جمال بالماضي عنده هدف هو انه يدير لاكوب دافريك، وباش يوصل للهدف هذا لازم له خطه. دوك نديرو محاكاه جمال بالماضي، هو انت لاكوب دافريك او هو الهدف تاعك، والخطه هي الحلقه الثانيه تاع اليوم. قبل ما نبداو في الحلقه الثانيه تاع تنظيم واداره الوقت، ما تنساش دير ابوني، سبسكرايب، لايك، اشتراك، كومونتير. نذكر انه درنا حلقه وهي اول خطوه في تنظيم واداره الوقت. اللي ما شافش الحلقه راهي هنا ولا هنا ولا راهي في الديسكريبسيون، روح تفرجها وعاود ارجع لي. قبل ما نبداو في هذه الخطوه لازم نذكر على انه الانسان لازم يكون عنده اهداف رئيسيه، راح تكون باذن الله حلقه على تحديد الاهداف، وعلى اساس هذه الاهداف الانسان يحط خطه يوميه باش يوصل ليها، تو دو ليست، ولازم يلتزم بها. وذكر على انه الانسان مش اله، يعني الخطه اليوميه ما ديرهاش بار اكزومبل من 8 ل 9، من 9 ل 10، من 10 ل 11 وكذا. هذه كانت اول غلطه تاعي، كنت ندير تو دو ليست، يعني لازم تخلي فواصل كبيره بين العمل والعمل اللي يحدد لك الهدف. بار اكزومبل من 8 ل 9 ولا من 9 ل 10 عندك هدف معين، كما انا من بعض الاهداف تاعي تعلم فوتوشوب، يعني راح ندير الوقت من 9 ل 10 تعلم فوتوشوب، من 10 ل 12 راحه، يعني ما كان والو، قادر نريح فيه، نخرج برا نرتاح كل شيء، ومن بعد تزيد دير ساعتين او ساعه لتحديد هدف او التقدم بخطوه نحو هدف. وفي اخر اليوم باذن الله راح تكون راضي على نفسك، يعني تكون تقدمت شويه نحو الاهداف تاعك، وايضا تكون طبقت الخطه اللي درت. كاين حاجه جربت على انه في البدايه والانسان كيما يبدا في حاجه جديده ما راحش يطبقها 100%، في هذيك اللحظه لازم تسامح نفسك وتكمل، يعني مش تقول انا ما صالحش للعفسه هذيك ولا ما صالحش للحاجه هذه، راك تحاول وباذن الله راح تنجح في هذه الحاجه. كاين مشكل على انه المهام تاعك ما راحش تكملها كامل في هذاك النهار. درك كيفاش نرتبوا المهام تاعنا، واش من مهمه نبداو بها الاولى، هذا واش راح يكون في الحلقه القادمه. ما تنساش تابوني وتكتيفي لاكلوش، استنى